مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انا جمال عبد الناصر وهنتكلم النهارده على واحد من المشروعات المميزه جدا داخل الساحل الشمالي، وهو مشروع دبي. يعتبر مشروع دبي من افخم المشروعات في منطقه الساحل الشمالي، وزاحت طبعا شركه تطوير مصر الستاره عن المشروع دبي في الفتره الاخيره. هنتكلم عن لوكيشن الكومباوند، هنتكلم عن هيستوري الشركه والمشروعات السابقه لشركه تطوير مصر والتايبس الموجوده داخل المشروع. شركه تطوير مصر هي شركه تطوير عقاري مساهمه مصريه. تم تأسيس شركة تطوير مصر سنة 2014، وقدرت الشركة في فترة قليلة جدا انها تثبت نفسها في السوق العقاري بإنشاء مجموعة من المشروعات المهمة وبجودة عالية جدا. بتتكون الشركة من 3 أشخاص، على رأسهم الرئيس التنفيذي والقائد المنتدب للشركة وزير الإسكان سابقا هو دكتور أحمد شالب، والمساهمين الرئيسيين فيها وهو أستاذ أشرف عرفة صاحب عرفة جروب ودكتور سمير عارف. ومن المشروعات التي قامت بتطويرها شركة تطوير مصر كانت البداية بمشروع الفوكابي في الكيلو 211 في قلب مدينة رأس الحكمة، ويعتبر من أفضل مشروعات الساحل الشمالي، وتم بناؤه على مساحة 200 فدان. وبلوم فيلد في مدينة المستقبل بجوار مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم بناؤه على مساحة 415 فدان. والمنتج الهالة اللي بيعتبر من أضخم وأكبر مشروعات العين السخنة من حيث الارتفاعات وشكل المباني المختلف عن باقي المشروعات، والفيو الرائع على البحر مباشرة، وفي موقع مميز جدا على هضبة الجلالة ومساحته 520 فدان. وبكده نكون خلصنا سابقة أعمال شركة تطوير مصر، ونبدأ في شرح موقع مشروع دبي الساحل الشمالي. موقع مشروع دبي الساحل الشمالي في الكيلو 165 في منطقة الضبع ما بين منطقة سيد عبد الرحمن ومنطقة رأس الحكمة. طيب هو قريب من ايه؟ هو يعتبر بعد قرية تلال بحوالي 15 دقيقة، وقبل قرية لافيستا بي بخمسة كيلو فقط. طيب مساحة المشروع، مساحة مشروع دي بي 200 فدان بعرض بحر 800 متر، وعمق المشروع 900 متر، حوالي 1800 وحدة تتنوع ما بين الشاليهات والفيلا المستقلة والتوين هاوسز واللوفتس والكبائن والفندقية طبعا بمساحات مختلفة. طيب ايه الخدمات الموجودة في مشروع دبي الساحل الشمالي؟ الخدمات الموجودة في مشروع دبي الساحل الشمالي طبعا تم الاخذ في الاعتبار ان المباني تاخد شكل معين وارتفاعات متقاربة، ده ليه؟ عشان كل الوحدات تكون ليها فيو على البحر. تم تصميم مشروع دبي على الطراز الايطالي. تم تخصيص اغلب مساحة مشروع دبي الساحل الشمالي مساحات الخضرة والبحيرات والخدمات. من مميزات المشروع ان الماستر بلان بالعرض مش بالطول، يعني الماستر بلان مربع، ودي ميزة قوية جدا في المشروع لان عدد المشروعات الموجودة في الساحل الشمالي كله اللي بالشكل ده مش كتير وقليلة جدا. طبعا في المشروع 3 كلاب هاوسز، واحد على الشاطئ واثنين داخل المشروع. المشروع فيه حوالي 12 سويمنج بول، حوالي 25 فدان كريستال لاجون، في اوتيل، في كوميرشال مول ضخم بيسيرف داخل وخارج المشروع. المشروع متشطب بالكامل تحت اشراف المهندسة منى حسين. طبعا بتقوم شركة تطوير مصر بتسليم جميع الشاليهات والفلل في مشروع دبي الساحل الشمالي بمواصفات تشطيب على اعلى مستوى. يتمتع مشروع دبي الساحل الشمالي بمجموعة كبيرة من المميزات الحصرية اللي مش هتلاقيها في بعض المشروعات في الساحل. من الصعب انك تلاقي عيوب في المشروع، ولكن وحدات المشروع مش هيتم تسليمها الا بعد فترة من الوقت لانه لازال تحت الانشاء، وده طبعا مش هيكون مناسب لبعض الراغبين بالسكن السريع في الوقت الحالي، ولكن يعتبر المشروع فرصة حلوة جدا للاستثمار للمستقبل. ويتميز المشروع بوحدات مختلفة من الوحدات الفندقية والشاليهات والفيلات المستقلة.